اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق، اللي بنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل المتعلقه بمباراه الاياب بين الاهلي والترجي التونسي، وكلمنا عن اللعيبه. وعايزين نوصل بقى مع حضرتك دلوقتي بالكلام لفكره حارس المرمى اللي هو يعتبر عنصر امان وضمان للعيبه وللجماهير بطبيعه الحال. 50% كمان من يعني والله، واحيانا بيبقى اكثر كمان، والله ساعات بيبقى فعلا اكثر، خاصه مع الشناوي واكثر من ستيفن. بس قبل بقى من يعني نتطرق للشناوي، انا عايز اتكلم مع حضرتك عن فكره ميشيل يانكن وقدرته على تجهيز الحارس الاساسي والبدلاء بنفس القدر من الكفاءه، ودي حصلت قبل كده وشفناها مثلا مع علي لطفي لما يعني شارك في مباراه، فدي برضو بتبين لك قدرات مدرب حراس المرمى. اكيد من ساعه ما جه مستر ميشيل واحنا شايفين تغيير ايجابي كبير جدا في الحراس اللي بتلعب كل الماتشات، حتى مصطفى شوبير لما لعب ماتش الكاس اثبت انه حارس جيد. الثلاثه ما شاء الله ماشيين كويس جدا، الشناوي لما بيغيب علي لطفي بيأدي ويمكن احسن كمان، خاصه في مباراه الزمالك اللي هي مباراه قمه ومباراه اعصاب وكل حاجه. اكثر من رائع كابتن فوزي بصراحه، وانت لما مباراه زي دي كلها اعصاب وضغط جماهيري ويظهر الحارس بالثبات ده، تعرفي ان السر الرئيسي في مدرب حراس المرمى. الراجل محب وعاشق للنادي الاهلي بدرجه كبيره جدا، كفايه انه لما سافر مستر فايلر النادي الاهلي طلب وهو استمر، ودي حاجه ايجابيه جدا. عايش في النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي. غير التكتيك في التدريب للحراس، عامل حاله من الثبات الانفعالي وسرعه رد الفعل. هو هقول حاجه بس، هو في حاجات بيستخدمها ما كانتش موجوده في مصر من فترات بعيده بصراحه، يعني في اليه التدريب نفسها. حاجات لا ده اجهزه تدريبيه ما كانتش موجوده، وهو جلبها لمصر واحنا ما كناش نعرفها غير عن طريقه، بس بالامانه يعني. الكلام ده من سنتين، ودلوقتي بقى منتشر كل الاجهزه اللي هو جايبها، ولكن في الاول البدايه عنده هو. وطالما البدايه عنده هو، لازم رد فعلها على الحراس تبان في اقرب وقت وفي اقصر مده، وده اللي حاصل. ناهيك ان انت عندك الشناوي الله اكبر، يعني غير انه كابتن الفريق، هو قائد للفريق، هو حائط صد للفريق طبعا. هو يعني لو عايز تتكلم عن الشناوي كقدرات ذهنيه، بالظبط يعني. قدرات ذهنيه وعقليه ليه الاول قبل اي حاجه. انا في اول الحلقه قلت لكم القصه بتاعت ان هو خرج الصحفيين دي ثبات انفعالي غير طبيعي، ما كان ممكن يخش يهيص مع الناس طبعا، انما عشان هو بيفكر صح وهادي وبيشوف الامور لاقصى لمدى بعيد. لا اهدوا، لسه ان شاء الله نبقى نفرح في القاهره لما نلعب مباراه العوده، وده ثبات. ناهيك ان 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 هو اصلا كمان قائد المنتخب وقائد الفرقه يعني لا هو عنده من القياده مواصفات القائد، مواصفات يعني قياديه عاليه جدا. تدخل في واحده في الشوط الاولاني اللي رقص فيها بنغيس خط الدفاع، وهو قدر انه ينزل عليها ويشيلها، كانت ممكن تقلب مجرى المباراه. فلا اعتقد ان يا بهدف فينا يا يتحسب بنالتي لو هو مكان اخطا، لو لمس بس رجليه كانت بنالتي على طول. فطبعا شكرا ميشيل يانكون، شكرا الشناوي، ولكن في الاول لازم 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 نشكر ميشيل يانكون. الراجل بيشتغل بضمير، ومش اي حد بيجي مصر بيشتغل بضمير، خلينا او في الاحتراف عامه مش اي حد بيجي يشتغل بضمير. الراجل بيشتغل بضمير صحيح. بيدخل ما هو جديد، كل ما هو جديد، وعارف هو بيعمل ايه، وعشان كده نقدر نقول له شابوه مستر ميشيل.